وقف إطلاق النار الهش في سوريا لا يزال صامت حتى الآن رغم كل التشكيك، لكن طبعا مشاهدينا هناك حوادث يومية من قصف مدفعي إلى غارات جوية، اشتباكات قد تسقط مفهوم وقف الأعمال العدائية لتوصف الهدنة بأنها مجرد خدعة كما وصف الكثير طبعا من ضيوفنا يوسف خلال النشرات، خاصة من المعارضة السورية الذين يعني لم يؤمنوا بهذه الهدنة منذ اللحظة الأولى. مع ذلك مشاهدينا، الهدنة الجزئية التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي خفضت إلى حد كبير العنف في جميع أنحاء البلاد. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، انخفض العنف في سوريا خلال الأسبوع الأول للهدنة بنسبة نحو 90%، وهي طبعا نسبة تبدو كبيرة جدا. المرصد أيضا وثق مقتل نحو 135 شخص في المناطق التي تخضع لوقف إطلاق النار في الأسبوع الأول من الهدنة، إذا 135 شخص في مناطق الهدنة. نتحدث الآن عن 500 شخص، أكثر من 500 شخص عمليا قتلوا في المناطق التي لا تشملها الهدنة في سوريا. أما الآن بالنسبة للخروق، الناشطين وثقوا غارات للطائرات الروسية والسورية بعيدة عن مواقع داعش وجبهة النصرة، أما المعارضة السورية فكما نرى وثقت أكثر من 170 خرقا كلها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا طبعا يأتي في الوقت الذي قالت فيه روسيا أنها سجلت نحو 66 انتهاكا من قبل قوات المعارضة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. طبعا الأمم المتحدة عموما فشلت بتحقيق أهم أهداف الهدنة، وهو إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، حيث أعلنت في وقت سابق عزمها إيصال مساعدات لنحو 144 ألف سوري على مدار الأيام الخمسة الأولى من الهدنة، لكنها سلمت القليل منها حتى الآن. على صعيد ملف النازحين واللاجئين، فقد وردت تقارير بأن عدة آلاف ممن فروا من أعمال العنف التي شهدتها حلب عادوا إلى مناطقهم بعد سريان الهدنة.